الله معكم وأهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج جدليات يلي فيه رح نتوقف أنا وياكم على كلمة جديدة من كلمات الصعبة بالإنجيل أو يلي بدنا نتساعد سوا لحتى نفهمها. وهالمرة رح أخذ أنا وياكم جملة أو آية من إنجيل مرقس الفصل 2 بتحكي عن الخمر الجديدة وعن الثوب الجديد أو الرقعة القديمة. بيقول يسوع: ما من أحد يرقع ثوباً عتيقاً بقطعة من نسيج خام لئلا تأخذ القطعة الجديدة على مقدارها من الثوب وهو عتيق فيصير الخرق أسوأ. وما من أحد يجعل الخمرة الجديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الزقاق فتتلف الخمر والزقاق معاً، ولكن للخمرة الجديدة زقاق جديدة. يا ترى هالصورة اللي عم يعطيها يسوع شو إلها معنى؟ وليش عم يعطينا إياها؟ شو الإطار تبعها؟ وبعدين شو معاني الخمر والزقاق أو التوب والرقعة؟ بالنسبة للإطار بإنجيل مرقس الفصل 2 صار في نوع من نقاش بين الفريسيين ويسوع وجدال في الصوم. تلاميذ يوحنا المعمدان والفريسيين كانوا عم بيصوموا بينما تلاميذ يسوع ما عم بيقوموا بالصوم، فبيجوا بيسألوه: ليش تلاميذك أنت ما بيصوموا؟ بيقول لهم يسوع: يا ترى بيستطيع أهل العرس أنه يصوموا والعريس معهم؟ أنا بعدني معهم، يعني بهالمعنى، ولكن رح تجي أيام يرفعوا العريس من بينهم، ساعتها بيصوموا. وبيعطي هالمثل على الزقاق والخمر وعلى التوب والرقعة العتيقة. فإذن عم يحكي عن القديم والجديد، عن تقاليد قديمة وعن نعمة مجانية جديدة، وعم يستفيد من الصرف لحتى يقلن أنه هو العريس الحقيقي، عم يعطي شيء عن هويته. وإذا تلاميذه مشيين وما عم بيصوموا مثل تلاميذ يوحنا المعمدان والفريسيين، هالشي مش غلط، ولكن هالشي متعلق بزمان معين، بزمان حضور يسوع أو غياب يسوع. هذا هو الإطار. بالنسبة للخمر والزقاق أو للتوب والرقعة، خلينا سوا نتخيل المشهد. إذا كنا نعرف شوي بالخياطة، نتخيل أنه في عنا رقعة جديدة بعده القماش فيها قاسي، بعده قوي، ولكن التوب مهلهل، يعني إذا فوتنا فيه الإبرة أو الخيط بده يبلش يوقع منه لحاله أو يحط منه لحاله. فإذن الصورة صورة عنصر جديد ما عم تقدر تحمله المساحة القديمة. نفس الشيء بالخمر والزقاق، إذا كان الزقاق قديمة وصارت شوي مفخوة وصارت شوي سريعة العطب، عم نحط فيها هالخمر يلي بده يعطيها الريحة، بده يعطيها العطر، بده يعطيها القوة، ممكن كتير إنه تنكسر ونخسر بنفس الوقت هاللي جوا وهاللي برا. هالصورة هيدي اللي عم يعطيها يسوع بتخلينا نفهم من وراء الإطار إنه الموضوع متعلق بيسوع وبالشريعة. يسوع هو العنصر الجديد، يمكن يشوفوه عنصر صغير بالنسبة لمساحة كبيرة من الشريعة اليهودية القديمة، ولكن هالعنصر هو كتير قوي تيقدر يحمله العهد القديم. هالعنصر كتير جديد، كتير جذري، كتير في إشياء تتخطى المساحة السابقة، مشان هيك ما فيها التقاليد القديمة إنها تستوعب يسوع. ما فينا بالشرائع القديمة نقول يسوع فات ضمن الكادر، فات ضمن الإطار. في جذرية جديدة. إذا كنا بدنا نمشي يسوع وإيماننا بيسوع بدنا نمشي على التقاليد القديمة، رح نخسر التقاليد القديمة والشريعة، ورح نخسر يسوع، رح نخسر كل شيء. نوع من دعوة لندخل بذهنية جديدة، ولكن هالذهنية الجديدة مش معناتها كل شيء جديد منيح أو أحسن، معناتها الجديد هو جديد يسوع. كل شيء جديد بيسوع هيدا الأحسن، مش لأنه جديد أو قديم، ولكن لأنه يسوع بيدعينا دايما لتغيير ذهنيتنا، لتجديدها، لتأوين موهبتنا، لحتى نرجع ندخل من أول وجديد بفكر جديد يلي هو فكر المسيح، لحتى نتخطى شوي شوي يوم بعد يوم
كل التقاليد البالية أو كل عوايدنا البالية. مش مهم إنه التقاليد تكون بس بالإطار اللي حوالينا، مهم إنه نحن نكون مستعدين عن جديد نتطلع بوجه يسوع وناخد خط جديد. إذن المقصود بهالجملة هي جذرية الإنجيل، هي جديد الروح القدس. ما نخاف إنه يتغير شيء بحياتنا، إنه يتشقلب شيء بحياتنا على ضوء يسوع. ما نخاف أبداً إنه نمشي مع يسوع ولو بدأ تتغير بعض الأمور بحياتنا، لأنه يسوع هو العريس. يسوع متطلب، عم يطلب منا تحدي معين، مش تحدي تجاه التقاليد المحاوطة فينا قد ما هو تحدي ضد عاداتنا نحن السيئة، ضد قلبنا نحن يلي معود على اشياء كتيرة وما بده أبدا ياخد الشيء الجديد. نبيد الجديد أو الخمر الجديدة بدها وقت لتتخمر. إذا شربناها من الأول قوية ومنحسها مش طيبة، وحتى تتخمر بدها إطار لتتخمر فيه، بدها مساحة تستوعبها، بدها قبول، يعني بدها قلب مستعد للجديد، قلب مستعد ليسمع من يسوع. القديم ما بقى معه وقت ينطر، ممكن ينكسر. معناتها إذا كان يسوع عم يدعينا لنغير ذهنيتنا، مش عم يدعينا لنترك الشريعة أو لنترك القوانين، عم يدعينا لنقبل بالجديد يلي هو حامله، لأنه هو الجديد، هو العريس. خلينا سوا نقبل هالكلمة اللي عم بيوجه لنا إياها ونقول له يا يسوع نحن منختارك، نحن ما منختار لا القديم ولا الجديد، منختار يلي أنت حامله. انطرونا بالحلقة الجاية من برنامج جدليات لحتى نتوقف سوا على كلمة جديدة من كلمات يسوع القاسي بالإنجيل أو من كلماته الصعبة. الله معكم.